خلونا قبل ما نطلع الفاصل ده نتابع مع حضراتكم مجموعه من التمرينات الجديده اللي هتعلمها لنا كابتن سيمو محمود مدير الجيم السيدات في النادي الاهلي بالجزيره. هنتابع التقرير ونطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام، خليكم معانا. صباح السعاده على كل جماهير واعضاء النادي الاهلي الكرام. النهارده هنشتغل التمرينات بتاعتنا بواسطه الاستك المقاومه. لو في حد لسه مبتدئ في التمرينات او في بعض السيدات ما بتقدرش تشيل اوزان تقيله، ما بتعرفش تستخدم الاجهزه في الجيم، فالاستك المقاومه هيبقى الحل الامثل بالنسبه لها. بيساعدها ان هي تشد جسمها وعضلات جسمها تبقى اقوى، فده هيخلي شكل جسمي متناسق. نبدا مع بعض التمرينات بتاعتنا. هنقف ونلبس الاستك فوق الانكلز شويه وهنشتغل للجنب 8 عدات. 1 2 3 4 5 6 7 8. هنبدل. 1 2 3 4 5 6 7 8. هثبت على رجلي الشمال تاني وهشتغل لورا. 1 2. اهم حاجه واحنا شغالين النفس شغال. 5 6 7 8. هنبدل. الرجل اللي برتكز عليها بتبقى متنيه تانيه بسيطه عشان ما اثرش على المفصل بتاع رجلي. 4 كمان 3 2 1. نفس البوزيشن اللي احنا فيه مش هنغيره، برضو رجليا متنيه تانيه بسيطه وهطلع على فوق. 1 2. لو في حد عنده عدم اتزان ممكن يسند على حاجه وهو شغال. 4 3 2 1. جنب التاني. 1 2 3 4 5 6 7 8. هفتح رجلي عن بعض وهشتغل تمرين السكوات واحنا لابسين الاستك. اهم حاجه ركبتي ما تعديش مشط رجليا، يبقى ظهري على ورا. 1 2 3 4. مع النفس. 6 7. وهنثبت داون. 1 2 3 4 5 6 7 8. هنعمل مارش خفيف كتهدئة بعد التمرينات دي. بعض التمرينات البسيطة هتساعدنا ان احنا هنتمرن حتى لو احنا قاعدين في البيت ومعانا الاستك، حاجة سهلة وبسيطة نقدر نستخدمها. صباح الفل، ويا رب تكون ان شاء الله التمرينات اللي جاية اسهل ونسهل الدنيا عليكم وتبقى الدنيا معانا بسيطة في الاكسرسايز بتاعي.